بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الإيمان. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب من الدين الفرار من الفتن. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من الدين الفرار من الفتن. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم أتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك، يعني اقترب هذا الزمان، أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، أي رؤوس الجبال، ومواقع القطر، أي بواطن بطون الأودية، يفر بدينه من الفتن. يبقى يعتزل، يبقى معنى الكلام أنه يعتزل عند هذه الفتن التي تختلط فيها الأمور. وما كان هذا الاعتزال إلا فرارا بالدين، أي لصيانة الدين، لصيانة الدين، وبالتالي لم يفر خوفا من الموت أو القتل، ولكنه ما فر إلا بسبب الدين، أن يحافظ على دينه. ولذلك يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، هذا من الدين كما قال الإمام البخاري رحمه الله. احنا ذكرنا أن لما نقول من الدين، أي الدين المقصود بالإسلام، والإسلام والإيمان مترادفان، الإسلام والإيمان مترادفان. قال: باب من الدين الفرار من الفتن، لا تتعرض للفتن، والفتنة أشد من القتل كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الفتنة من الممكن أن تأخذ بدين ذلك الإنسان، والمطلوب أن أحافظ على ديني وأن أصون ذلك الدين. المطلوب أن احنا نحافظ على الإيمان ونحافظ على ديننا ونصون هذا الدين ونحفظه. فلذلك قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، أي رؤوس الجبال وبطون الأودية مواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يبقى السبب، يبقى الفرار بالدين مخافة هذا الأمر على نفسه، أو مخافة أن يفقد ذلك الدين، أو يفتن في دين الله تبارك وتعالى. والفتنة أشد من القتل كما قال ربنا سبحانه وتعالى. الفتنة المقصود بها الكفر، الكفر بالله سبحانه وتعالى أشد من القتل. ثم ذكر باب آخر، وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم أعلمكم بالله أنا، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب. والمسألة مش مجرد علم كده بعيد عن العمل، أنا أعلمكم بالله، وهذا يرى من خلال التطبيقات دايما، كما بينا أن الإمام البخاري رحمه الله بوب هذا الكتاب أو سطر ذلك الكتاب في مصنفه كتاب الإيمان، ويبين أن الأعمال داخل مسمى الإيمان، سواء كانت أعمال قلبية أو أعمال بدنية أو أعمال قولية أو أعمال مالية، كل هذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يتأثر بأفعال الإنسان أو بأعمال الإنسان، إن كانت من باب الطاعات
يزاد بها الإيمان، وإن كانت بباب المخالفات أو ترك الواجبات يتأثر بها الإيمان نقصانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. يبقى المسألة مش مجرد علم مجرد أو علم نظري. وبالتالي الإمام أحمد رحمه الله لما يقول في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بالإمامة؟ قال: أقرأكم لكتاب الله. فقال: أفقهم في كتاب الله، أعلمهم بالكتاب. لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوش يتعلمون المسائل بعيدا عن العمل، ما كانوش يتعلموا المسائل كده أو يعني بعيدة، يبقى العلم كده منفصل عن العمل. ده العلم والعمل جملة واحدة عند الصحابة، يعني جسد واحد عند الصحابة، ليس عندهم التفريق بين القول والعمل، لأن الله تعالى يمقت على ذلك. ربنا سبحانه وتعالى يمقت من فرق بين القول والعمل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى الآية كفيلة كده أنني لابد أن ألازم بين قولي وفعلي. يبقى كل قول أنظر يا ترى التطبيق، كل مسألة احنا نتعلمها ننظر إلى التطبيق. فالعلم بالله بيستلزم العمل، يبقى يستلزم العمل. يبقى ماذا تعرف عن ربك سبحانه وتعالى؟ يبقى كل معرفة عن الرب سبحانه وتعالى سواء كانت من أسماء أو من صفاته يتطلب أن يكون لها أثرا في حياة الإنسان، لازم يكون لها أثر كده ملموس في حياة الإنسان. فلذلك قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن معرفة فعل القلب. يبقى في الإيمان لا يكتفى بالقول وحده، لا يكتفى، حتى ينضم اعتقاد القلب. لما الإنسان بينطق بالشهادتين ينتفع بنطق بالشهادتين في الدنيا أن نجري عليه الأحكام، قلنا لأن احنا نقبل منه الظاهر، لكن نطق بشهادتين لا ينتفع بها يوم القيامة عند ربي إلا إذا انضم إليها اعتقاد القلب، إلا إذا انضم إليها اعتقاد القلب. وإن نقول أن المنافق بينطق الشهادتين يؤجر بشهادتين، لكن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، كيف ذلك وقد نطق بشهادتين؟ لأنه لم ينضم اعتقاد القلب إلى القول. يبقى المطلوب دائما النطق بالقول وكذلك اعتقاد القلب والعمل بالأركان، وده الإيمان كما عرفه السلف. يبقى نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان أو الجوارح، يبقى ده الإيمان عند السلف، وهذه الإيمان عند الصحابة رضي الله عنهم، ما كانش فيه فصل ما بين القول والعمل. العلم بالله سبحانه وتعالى يتطلب أن نرى أثر هذه المعرفة وهذه العلوم في واقع حياة الإنسان. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى دي نزلت في سورة محمد، سورة محمد مدنية مدنية. وما بعث النبي وما بعث الأنبياء إلا من أجل هذه الكلمة، يعني ما من نبي إلا ودعا قومه، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مع ذلك الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يبقى العلم ده يتطلب العمل التطبيق. أنا أعلمكم بالله، يبقى العلم بالله يتطلب أن يكون أثر هذه المعرفة موجودة في عمل الإنسان. ولكن وأخذكم بما كسبت قلوبكم، معلوم أن اللغو في الأيمان لا يؤخذ به الإنسان، ولكن لا يؤخذ في الأيمان إلا بما عقد في قلبه، بما عقدتم الأيمان. يبقى يقول أن يبقى ده عمل قلبه، لكن اللغو في الأيمان لا يؤخذ بالإنسان، لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم. يبقى اللغو لما لا والله، والله لا تأكل، والله لا تشرب، هو لم يقصد القسم، لم يقصد، ولكن عشان احنا يبقى ده يمين منعقدة، يبقى ايه، لابد من كسب القلب، عمل القلب. ولذلك قال: لكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يبقى الاعتقاد هو فعل القلب. ثم ذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إن لسنا كهيئتك يا رسول الله. والصحابة مقصدهم في ذلك أنه مطلوب منهم أن يجتهدوا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن هم لم تأتيهم البراءة، فأرادوا بذلك أن يجتهدوا في الأعمال، وبالتالي لم يقفوا عند حدود ما سن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عليهم أن يجتهدوا. ومعروف قصة الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته،
بيعمل ايه؟ قلنا عشان يتبعون، وبالتالي لكنهم كل منهم اخذ قرارا، ده قال انا اقوم ولا انام، والتاني قال اصوم ولا افطر، والثالث قال لا اتزوج النساء، وكل ده من اجل ايه؟ ان يجتهدوا في العباده. يبقى مقصودهم ايه؟ الاجتهاد في العباده وتشاوروا فيما بينهم. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، فلا يحتاج الى اجتهاد، لكن نحن نحتاج الى اجتهاد. ليه؟ لانه لم تاتينا البراءه، لم تاتينا البراءه من النيران. فنقول على ذلك كلام عقلي ممكن يستحسنه الانسان، يبقى في كلام عقلي كده ممكن يستحسنه الانسان، وكان غرضهم ايه؟ نيتهم نيه حسنه. يعني ده قال انا اقوم ولا انام، يقيم الليل باكمله، وده اصوم ولا افطر، والثالث قال لا اتزوج النساء عشان ما ينشغلش. كل ده من اجل يجتهدوا في الطاعات. لكن ظهر الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ونقل عليه ذلك الامر، وقال اما انا فاقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء، وبالتالي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى في حدود كده، في حدود. يبقى قلنا ممكن الانسان يجتهد في مساله وبالتالي يتعدى الحدود، لان اي امر من امر الله عز وجل الشيطان بيدخل الانسان من بابين كده، اما تفريط واما افراط، اما ان يكون في تفريط واما ان يكون افراط. افراط ايضا هيخرج الامر عن حدوده. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. تقول عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرهم امرهم من الاعمال بما يطيقون، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قالوا إن لسنا كهيئتك يا رسول الله، وان الصحابه رضي الله عنهم مقصود بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. لكن احنا نحتاج بقى ان نستزيد ونجتهد في تلك العبادات. ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه. غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المقوله، هل معنى الكلام يبقى فيه تقصير في الاجتهاد؟ افلا اكون عبدا شكورا؟ ده معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى ايه؟ تتورم قدماه. لما تتورم قدماه ولما يسرع عن كده افلا يكون عبدا شكورا؟ يبقى بيحتاج الى اجتهاد اكثر من غيره. فلذلك قال ان اتقاكم اعلمكم بالله انا، ده لبيان المساله والتحدث بنعمه الله سبحانه وتعالى. يعني ما قصر في الطاعات عشان احنا نقول والله احنا ايه نزيد من هذه الطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، تقول لا، ولكن كما قال ان اتقاكم اعلمكم بالله انا، والكلام ده معناها علم وعمل، معناها كده الكلام عن العلم والعمل. لان طبعا لما يصل الانسان الى المراتب العليا مش معنى كده ان يقصر في طاعه الله، بل هو اولى الناس بالاجتهاد وان يستزيد من طاعه الله، ان يستزيد من طاعه الله. ان اتقاكم اعلمكم بالله انا، يبقى بيتكلم على العلم والعمل. العلم بالله سبحانه وتعالى يتطلب عمل، وبالتالي كيف نصل إلى التقوى؟ إزاي نصل إلى التقوى؟ بمعرفة الإنسان برب سبحانه وتعالى، وأن المعرفة فعل القلب. يبقى لما ينزل العلم ده في القلب هنجد له هذا النتاج، هذا النتاج. غير لما أنا أتعلم العلم وما زال العلم في الذاكرة، زال العلم كده بنحفظه، يبقى في الحافظة كده أو في الذاكرة، ده المفروض أن احنا هذا العلم ينزل القلب حتى يكون له النتاج، حتى يكون له نتائج. لذلك حياتي الكلام عن حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، ماذا قال له؟ أن تعبد الله كأنك تراه. يعني أن تعبد الله دي المرتبة الأولى هو في الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. إزاي بقى الكلام ده؟ هو يبقى إقامة مشاهد الأسماء والصفات في القلب وعدم الغفلة. هنا لأن الإنسان نسيان بيجي إزاي؟ عن طريق الغفلة. نسيان بيجي عن طريق الغفلة. أنت صائم، وبالتالي على ذلك فأمسكت عن الطعام والشراب، من فجر اليوم إلى غروب الشمس وأنت متذكر. أنت الإنسان ممكن يطعم أو يشرب لما ينسى، يغفل. لما يغفل أنه صائم يبقى هذه النسيان أهو، فيطعم ويشرب. لكن طول ما هو متذكر كده ومستصحب هذا الأمر تجده لا يخطئ،
في ذلك الأمر. ليه؟ لأنه متذكر. فكذلك إنسان بيؤتى من الغفلة لما بيغفل كده، وده مدخل الشيطان للإنسان، يدخل له عند الغفلة. فالمطلوب أن أنا أقيم مشاهد الأسماء والصفات وأستصحب ذلك في واقع حياتي. ولذلك إحنا ضربنا قبل ذلك المثل أن الله سبحانه وتعالى سميع، يبقى ده نقول أدي مثاله أن الله تبارك وتعالى سميع، كلنا يعلم ذلك. إيه المطلوب؟ يبقى أثر هذه المعرفة في النفس. يبقى المعرفة دي لما تنزل في القلب هيكون لها الأثر، الأثر في النفس، إن أبقى محافظ تماما على ما أتكلم به. يعني نقول على ذلك أتخير عند الكلام، أطيب الكلام، وكذلك أبتعد عن المنكرات، عن الزور، عن الكذب. إيه اللي هيبعدك عن الكذب؟ إيه اللي هيبعدك عن الغيبة؟ إيه اللي بعدك عن النميمة؟ إيه اللي بعدك عن المستقبح من الكلام؟ يبقى استصحاب المشهد ده أن ربي سبحانه وتعالى يسمع ما أتكلم به. لما الإنسان بيغفل يقع في المحظور. أنت بقى بيقع في الغيبة؟ أقول لو إحنا في مجلس غيبة كده وسألنا هؤلاء أما تعلمون أن ربكم سبحانه وتعالى يسمع؟ قالوا نعلم أنه يسمع. طب وقع في الأمر ده إزاي؟ نتيجة الغفلة، غفلوا عن استصحاب المشهد. لكن لما الإنسان بيستصحب المشهد عند ذلك بيحافظ على منطوق الكلام. يبقى الكلام كده أنا أحافظ على منطوق الكلام إزاي؟ لما أستصحب المشهد أن ربي سبحانه وتعالى يسمع ما أتكلم به، يسمع ما أتكلم به. خواطر القلب، إزاي أحافظ على خواطر القلب؟ ده الإنسان لو أخذ بحديث نفسي كما هو معلوم، ولكن هل يا ترى أستطرد مع الخاطرة السيئة؟ يبقى على ذلك لا. إمتى بيستطرد الإنسان مع الخاطرة السيئة؟ لما يغفل أن ربه سبحانه وتعالى ينظر إلى ما في قلبي، يعلم ما في نفسي. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. إيه معنى الكلام؟ إن الله عليم بذات الصدور. إيه معنى الكلام؟ أن ربي سبحانه وتعالى يعلم ما بداخلي. فأنا على ذلك لما أستصحب المشهد دوت، لو ألقى الشيطان أي خاطرة سيئة أقوم بترضيها على الفور، أقوم بترضيها. إيه اللي بيحركك لطرد هذه الخاطرة السيئة؟ لماذا لم تسكن في قلبك؟ ويستطرد مع الإنسان في حديث النفس، يبقى يستطرد كده وتسكن في القلب عند الغفلة. لكن طول ما أنا يقظ كده ومستصحب المشهد أن ربي سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسي وما في قلبي، يبقى أنا على ذلك أتربص لأي خاطرة سيئة ممكن تلقى في نفسي وفي قلبي، يبقى أقوم بطردها على الفور. فده إلقاء الشيطان أهو يلقي هذه الخاطر السيئة. وإما أنها بقى تسكن في القلب، إمتى تدخل القلب؟ لما القلب على ذلك يكون إنسان في غفلة، يبقى وجد الشيطان منفذ إلى قلب الإنسان ويستطرد مع هذه الخطرة السيئة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ذكرنا أن مجاهد رحمه الله قال وما تخفي الصدور أنه ود لو انفرد بهذه المرأة ليفجر بها. يبقى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إيه يخفي الصدور؟ يبقى مجاهد رحمه الله يقول أنه ود لو انفرد بهذه المرأة أو خلى بهذه المرأة حتى يفجر بها. فالله تعالى يعلم ذلك، يعلم لو أنا غبت عن المشهد ده أن ربي سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسي، يبقى ممكن إنسان يستطرد مع هذه الخواطر السيئة، مع هذه الخواطر السيئة. لكن اللي بيمنعك يبقى هذا المشهد الذي يستصحبه الإنسان. فالعلم بالله يتطلب أن نرى أثر هذا العلم بالله في واقع حياتي. واعلم أنه لا ضابط لسلوك الإنسان من أقوال وأفعال وحركات وسكنات إلا بقدر هذه المعرفة، إلا بقدر هذه المعرفة. والمعرفة المطلوب أن تنزل في القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. يبقى حنصل للتقوى دي إزاي؟ يبقى فعل الواجبات وترك المحرمات، يبقى بقدر معرفة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. ومتى نزلت هذه المعرفة في القلب؟ يبقى الاعتقاد هو فعل القلب، الاعتقاد أو الإيمان هو فعل القلب كما بينا قبل ذلك من تبويب الإيمان البخاري رحمه الله، كما سيأتي بعد ذلك في الأبواب المقبلة. ثم ذكر باب آخر، وباب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. ثم ذكر رواية أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما،
ومن أحب عبدا لا يحب إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. يبقى زي ما المحبة دي عمل قلبي، أيضا بغض وكره الشرك والمخالفات والأثام دي أعمال قلبية أيضا. وقلنا أي عمل يدخل في مسمى الإيمان، وأي عمل بيتأثر به الإيمان. إن كان من باب الطاعات يزاد به الإيمان، كان من باب المعاصي والمخالفات والتقصير في الواجبات بيبقى بيتأثر به الإيمان نقصانا. فلذلك قال باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. يبقى يكره الإنسان الشرك، يكره المخالفات. الله عز وجل حبب إلينا الإيمان وزين الإيمان في قلوبنا بفضل وإنعام وإحسانه، وفي المقابل كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يبقى نكرهه زي ما بتكره إنسان. شوف بقى حركة القلب، يبقى أنت بتحب فلان، شوف بقى بشاشة الوجه عندما تلقاه. يبقى المحبة دي بتظهر أهو، تظهر على وجه هذا الإنسان لما يلتقي بهذا الحبيب. طب لما يلتقي بإنسان يكرهه يبغضه، يبقى هنجد كده يظهر ذلك على وجهه، يظهر ذلك. يبقى ما كان في القلب بيظهر على صفحات الوجوه وفلتات اللسان. دايما ما كان في قلب الإنسان بيظهر كده على فلتات اللسان وصفحة الوجوه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال ونبه على ذلك: أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يبقى أنت انتبه لكده، ما كان في القلب يبقى بيظهر كده على صفحات الوجوه وفلتات اللسان. فكره الإنسان لما بتكره إنسان وتلتقي بهذا الإنسان يرى ذلك على وجهك. إيه اللي حدث؟ يبقى القلب كده، يبقى هنجد أن الوجه هو مرآة ما في قلب الإنسان. اللسان ده نقول أيضا معبر عما في قلب الإنسان، معبر عما في قلب الإنسان. لما تلتقي مع هذا الحبيب يرى هذا على وجهك ويرى كذلك في لسانك. يبقى الكر ده عشان نعرف أن العمل القلب إزاي، يعني إحنا نقوله بيكره ذلك الأمر. كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني إيه تغيير المنكر بالقلب بقى؟ يبقى في تنغيص في الحياة. أقول لك والله انكر بقلبك، القلب ما بتحركش، لا يتحرك. فين انكر المنكر؟ فين انكر؟ وقد ينكر الإنسان المنكر بلسانه، لكن أقول ما في قلبك؟ هل أنت فعلا تكره هذا المنكر من قلبك أم لا؟ لأنه ممكن أنا أعبر بلساني كده، يبقى أكره هذا المنكر وأعبر عن هذا المنكر بلساني، لكن أقول ما في قلبك؟ ما في قلبك؟ هل فعلا أنت بتكره هذا المنكر؟ فعلا بتكرهه من القلب أم لا؟ يبقى ده عمل قلبي. يبقى عمل قلبي، عمل القلب ده لابد تستشعر بذلك العمل. يبقى فليغيره فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تغيير المنكر بالقلب ده لابد أن يستصحب مع كل المراتب. إذا كان بيغير باللسان فهو أيضا يبقى منكر للمنكر بقلبه، إن كان بيغير باليد يبقى هو منكر للمنكر بقلبه. في تنغيص، في ضيق غضب، غضب كده داخلي لما يرى هذه المنكرات، لما يرى هذه المنكرات، لأنه بيبغض هذا المنكر ويكره ذلك المنكر. هنا أكره أن أعود في الكفر، أكره المخالفات، الآثام. يبقى لا يرضى اللسان عن نفسه لو وقع في مخالفة أو في إثم أو في معصية، يكره ذلك، وبالتالي بيعود ويتوب يا رب سبحانه وتعالى. يبقى هل فعلا يكره أن يعود كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان؟ يبقى أنت تحب تلقى في النار؟ لا، ما أحبش، لا أحب ذلك الأمر، وأكره أن أعود في الكفر، ويكره الإنسان أن يعود في المخالفة والمعصية. هذا من الإيمان. يبقى حركة القلب، عمل القلب، عمل. يبقى عمل القلب ده حركة موجودة في القلب، حركة. وإلا إيه الفرق ما بين الحب والكره؟ ما هو ده عمل قلبي وده عمل قلبي. يبقى عمل قلبي لابد أن يكون في تمايز يعني بين هذه الأعمال، أعمال القلوب. يبقى إن كان في محبة، إذا كان في إخبات، إذا كان في خوف، إذا كان في رجاء، يبقى إذا كان في كر، إذا كان في استعانة، استعاذة بالله سبحانه وتعالى، كلها أعمال قلبية. يبقى لابد أن في تمايز بينها، والقلب يستشعر بذلك الأمر.
يعني القلب يستشعر بذلك الأمر، فيبقى يكره فعلا أن يعود في الكفر، يكره أن يعود إلى المعصية المخالفة، أكره هذه المعاصي المخالفات. ولكن الله كره لكم الكفر والفسوق والعصيان، يبقى حتى المعاصي يكره الإنسان المعصية من قلبه لأنها مكروهة عند الله عز وجل. مطلوب أن أحب ما يحب ربي سبحانه وتعالى، مطلوب أن أنا فعلا أحب ما يحب ربي سبحانه وتعالى وأكره ما يكره ربي سبحانه وتعالى. فدي فعل قلبي، عمل قلبي أنت تستشعر به. لو لم أستشعر بذلك يبقى أعود لإيقاظ القلب من غفلته حتى يستشعر بهذا العمل عند إتمامه أو عند الدخول فيه. قال: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. ثم ذكر هذه الرواية عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحب إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. يبقى مقصد الإمام البخاري رحمه الله أن ده عمل قلبي، يبقى الكره ده لما تكره المعصية أو الكفر أو المنكرات يبقى ده عمل قلبي، عمل قلبي يزاد به الإيمان، يزاد به الإيمان. ثم ذكر باب آخر، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، ليسوا جميعا على درجة واحدة من الإيمان، ولكن يتفاضلون في إيمانهم على قدر ما يتممون من الأعمال. قال: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. يذكر هنا يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يبقى دول يا ترى حيميزوا عن طريق الأعمال، لأن طبعا هنا بيتكلم على عصاة الموحدين، على عصاة الذين يخرجون بشفاعة الشافعين. قال: يدخل أهل الجنة الجنة، دول اللي إيه كفة الحسنات كانت أرجح من كفة السيئات، وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يبقى يخرج مين؟ عصاة الموحدين الذين استحقوا النار وعذبوا فيها. يبقى عصاة الموحدين يستحقون النار، لكن مش كل من يستحق النار يدخل النار. ليه؟ لو احنا قلنا ان هيكون في مشيئة الله عز وجل، ان شاء غفر له وان شاء عذبه، وان عذبه بالنار فانه لا يخلد فيها كخلود الكافر، يمكث فيها الى ما شاء الله عز وجل ثم يخرج بشفاعة الشافعين. يبقى دي عصاة الموحدين. قلنا كل ده يعني رد على الخوارج والمعتزلة. احنا بينا ان الخوارج يكفرون بالذنب، قالوا ان صاحب الكبيرة الذي مات على الكبيرة ولم يتوب منها هو كافر خالد مخلد في النار. والمعتزلة قالوا ان صاحب الكبيرة الذي مات عليها وكان مصر عليها ولم يتوب يبقى هو في منزلة بين المنزلتين، لا نقول عنه مؤمن ولا نقول عنه ايه عنه كافر، ولكنه يقول عنه انه فاسق، لكن ايضا حكمهم في الآخرة كحكم الخوارج، هو خالد مخلد في النار. لكن بينا أن أهل السنة يقولون أن عصاة الموحدين من مات على كبيرة ولو كان مصرا على ولم يتب هو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإن عذب فإنه لا يخلد في النار كخلود الكافر، ولكن يمكث في النار إلى ما شاء الله ثم يخرج بشفاعة الشافعين، ثم يخرج بشفاعة الشافعين. يبقى نقول أن أهل الإيمان ليسوا على درجة واحدة، ولكن حسب الأعمال. أهل الجنة: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى كفة الحسنات كانت أرجح من كفة السيئات فدخلوا الجنة. أهل النار كفة السيئات كانت أرجح من كفة الحسنات، لكنهم أيضا إيه؟ نقول أنهم من أهل الإيمان والإسلام فيدخلون النار. يقول ربنا سبحانه وتعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يخرج من بالشفاعة شافعين لو كان عنده أصل الإيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نار الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. يبقى نقول أن النبي
صلى الله عليه وسلم ذكر أهل الجنة يدخلون الجنة وأهل النار من عصاة، طبعا النار من الكفار وعصاة الموحدين، لكن بالنسبة لعصاة الموحدين كما بينا يبقى هيخرجوا بشفاعة الشافعين. هتيجي رواية بعد ذلك تبين أيضا تفاضل آل الإيمان في الأعمال، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من شعير، حبة من بر، حبة من أو ذرة من إيمان، يبقى يتفاضلون أيضا. يعني مش كل عصاة الموحدين يخرجون في وقت واحد، يخرجوا تباعا كده. الشفاعة الأول تبقى في من كان في قلبه مثقال حبة من شعير، حبة من بر، ذرة من إيمان، يبقى كل ذلك بيان لتفاضل أهل الإيمان. فهنا أيضا يتفاضلون، منهم من دخل الجنة بعمله ومن وقع في النار بسبب الأعمال السيئة، لكن عنده أصل التوحيد يخرج بعد ذلك بشفاعة الشافعين. يبقى أهل الإيمان يتفاضلون في الأعمال، اللي يطرى ميز ما بينهم الأعمال. يبقى هم عندهم أصل الإيمان، ولكن هؤلاء فعلوا الإيمان في واقع حياتهم واستقاموا على أمر ربه سبحانه وتعالى. والصنف الآخر قصر في طاعة ربه سبحانه وتعالى حتى كانت سيئاته أكثر من حسناته، فخف الميزان فاستحق دخول النار، ولما كتب عليه دخول النار فلا يخلد فيها كخلود الكافر، ولكنه يخرج بشفاعة الشافعين. كذلك أيضا ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب عليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك رسول الله؟ قال الدين. ده بيان للتفاضل أو تفاضل أهل الإيمان. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا ثم عرض الرؤيا على الصحابة، وأول هذه الرؤيا بين النائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، يبقى هنا عليهم قمص منها ما يبلغ ثدي، منها ما بيبلغ لغاية الصدر كده، ومنها ما دون ذلك، يبقى نقول حسب عمله. يبقى كأن ثياب الإنسان يبقى حسب العمل، تفص عليه حسب العمل، منها ما يبلغ إلى صدره ومنها ما دون ذلك. وأما عمر وعرض علي عمر الخطاب عليه قميص يجره، يبقى هنا نقول ايه؟ قميص سابخ، يبقى قميص يجره، فعليه قميص يجره. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ ايه تأويلها؟ قال الدين. يبقى قميص سابق على عمر، يبقى معناه الدين، يعني نقول ان عمر رضي الله عنه متمكن في دين الله سبحانه وتعالى، موفق في طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى ادي رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم وفصل ذلك ان القمص دي يبقى تكون حسب عمل الانسان، كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه لما تدنو الشمس من الرؤوس يتصبب العرق من الانسان، كل حسب عملي، منها ما يبلغ الى الكعبين، ومنها ما يبلغ الى الركبتين، ومنها ما يبلغ الى وسط الانسان، ومنها ما يبلغ الى صدره، ومنها ما يلجم العرق الجامن، كل ده حسب العمل. يبقى الشمس من القيامة تدنو من رؤوس العباد، تدنو والكل يصب منه العرق صبا، لكن كل واحد هيقف في العرق على حسب العمل. يبقى ممكن ده عرقه يصل إلى الكعبين بس، ده يصل إلى ركبتين، يصل إلى حقويه، يصل إلى صدره، يلجمه الجامن، كل ده حسب أعمال الإنسان. وكذلك الرؤية دي يبقى دي قمص، القمص دي أساسا ثياب، يبقى على الإنسان حسب عمله، منها ما يبلغ إلى صدره، ما كان دون ذلك، منها ما كان سابقا كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك أولها النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. يبقى ده بيان لتفاضل أهل الإيمان في الأعمال. كيف سبق عمر الخطاب رضي الله عنه؟ يبقى سبق عمر الخطاب بالأعمال، والصحابة سبقت رضي الله تبارك وتعالى عنهم بالأعمال. فلذلك يبقى في تفاضل أهل الإيمان عن طريق العمل. يبقى لأن أصل الإيمان لابد أن يكون موجودا، يعني كما نقول كده زي الطلاب دولت، يبقى دي مجموعة، ده كشف الناجحين أهو، فكله يبقى خلاص حقق فوق 50% أو 50%، لكن بقى هنجد ترتيب بقى الدرجات،
يبقى ده والله حصل 60%، ده 70%، ده 80%، ده 90%، ده 95%، يبقى لكن كلهم يشتركون انهم ايه في كشف الناجحين. لكن نقول التفاضل بقى حسب كانت اجابات كل انسان فحقق هذه الدرجات، حقق يبقى عمله اجتهد، كان يعني يواظب على المذاكره ووفق في الاجابات، لكن كلهم يبقى هنجد انهم في كشف الناجحين. فكذلك ايضا نقول يبقى لا بد يكون اصل الايمان، لكن في التفاضل بها الايمان عن طريق الاعمال، مش في اصل الايمان، ده اصل الايمان ده السقف، وبعد ذلك يزاد ايمان الانسان حسب ايه ما يتمم من اعمال حسب اجتهاده بالاعمال. وبالتالي على ذلك ده يقيم الليل، بيصوم النهار، بيتصدق، يدعو الى دين الله عز وجل، يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، غير الانسان الذي قابع في مكانه، يعني هو يصلي الفرائض، وكذلك قام بطهارة القلب من الحقد والحسد. يبقى كل دي أعمال يرقى بها الإنسان، يبقى يرقى بها الإنسان في سلم العبودية والإيمان. وبالتالي المعرفة بالله عز وجل تتطلب أن يرقى الإنسان في سلم العبودية والإيمان. ليه؟ قلنا لأن كل معرفة الله عز وجل لها أثر واضح على سلوكيات الإنسان، كما بينا وضربنا المثل سميع عليم وهكذا، كل اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى هتجد ليه اثر. ولكن القضيه كلها ازاي انا اقيم مشهد هذه الصفه وذلك الاسم في نفسي وفي قلبي. قلنا استصحب، طول ما انا متحرك كده يبقى يتحرك معي ايضا هذه المشاهد، لا اغفل عنها. قلنا لا، الشيطان مدخله اليك عند الغفله، عند الغفله. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل، اولئك هم الغافلون. اولئك هم الغافلون، غفل عن امر الاخره. بيقع في المعصيه بيقع ازاي؟ يغفل عن رؤيه الاخره. لكن لو راى الميزان وقد نصب، راى الصراط، راى الجنه، راى النار، هنجد دي من اكبر العوامل لردع الانسان وزجر الانسان عند ارتكاب المخالفه، وكذلك تحفيز أن يصل إلى الدرجات العلى الرؤية. لكن لما بتغيب عني المشاهد والرؤية، الصحابة رضي الله عنهم عاشوا بالرؤية دي، لما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يعني إزاي بيندفع اندفاعا كده للجهاد في سبيل الله عز وجل، ويعلم أنه قد يموت بل ويتمنى الشهادة. يبقى رأوا الجنة والنار، الصحابة رأوا الجنة والنار وكأنهم رأوها رأي العين من خلال وصف الرب سبحانه وتعالى ووصف النبي صلى الله عليه وسلم. ما عاشوش كده، يعني نقول ان هو المتاع الاجل ده مغيب عنهم، لا، ده هم راوا ذلك المتاع وكانهم عاصروا ذلك المتاع وكانهم عاشوا في المتاع. فلما قوموا لجنه هم عارفين يعني ايه جنه. يبقى لما يعني ينهاهم عن هذه المعاصي حتى لا يوقعوا النار، عارفين يعني النار، شافوها، شافوا النار من جوه من الداخل، وشافوا الجنة من الداخل، فكانت رأي عين، كأنك فعلا عينت هذا الشيء. لما بعين الشيء ده ببصري فعلى ذلك لا يغيب عن نظري، لا يغيب. فكذلك كنت عينوا الجنة من الداخل والنار من الداخل من خلال وصف الرب سبحانه وتعالى. ولذلك احنا بنقرأ في كتاب الله عز وجل أن دعاء الأولياء والأتقياء كان إيه؟ وقينا عذاب النار. عارفين يعني إيه النار، عارفين وقينا عذاب النار. يبقى كل قضيتهم ان هم يعني اخذوا بكل سبب اسباب النجاه، ولكن لا يتكلمون على ذلك. يبقى يواصلون ويجهرون ضرعون ربهم ان يوديهم من عذاب النار، وياخذون بكل سبب من اسباب النجاه، لكن لا يتكلمون ولا يعتمدون على ذلك. فنقول ليه؟ لان هم عارفين يعني ايه عذاب النار، واحنا عذاب النار شكله ازاي؟ وصفه ازاي؟ موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. طعام اهل النار ازاي؟ طب شرابهم، ثيابهم، كل ده موجود، ده مش كلام نظري. بس الفرق بيننا وبين الصحابه رضي الله عنهم انهم عاشوا هذا الامر، راوه راي العين، يعني راوه راي العين من خلال ما وصف الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيغيب عنهم هذا الامر، ما كانش يغيب. فلذلك بقى المطلوب فعلا دي كلها بتبقى حوافز تحرك الانسان نحو الاجتهاد في الطاعات. ثم ذكر باب اخر وباب الحياء من الايمان، ذكر روايه عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار ويعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا فإن الحياء من الإيمان. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر.